مدبولي يؤكد وجود لجان للتفتيش والمراقبة على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالقواعد. وفد رفيع من الجامعة العربية يتوجه إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الأزمة في السودان. ورئيس الوزراء العراقي وجه بتشكيل قوة مشتركة لإدارة منطقة الاعتصام في بغداد. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة لما جبريل. أهلا بك لما. أهلا ندى، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة، منوها بأهمية أن تقدم جميع المنشآت السياحية أعلى مستوى من جودة الخدمات. وخلال اجتماع لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوية، أشار مدبولي إلى لجان للتفتيش والمراقبة على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالقواعد والمعايير، مشددا على أن أي مخالفة ستواجه بمنتهى الحسم. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ COP27. نوه رئيس الوزراء بأن الرئيس السيسي وجه بأن تظهر المدينة في أبهى صورها، وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة. أشار إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسؤولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة دكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. دكتور علي، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه الجولة الإخبارية. بداية، لو تحدثنا عن أهمية استضافة مصر لهذه القمة أو COP27، خاصة وأن هنالك ربما متغيرات خرجت من القمة المنعقدة حاليا في جلاسكو حول المناخ. في الحقيقة استضافة مصر مثل هذا المؤتمر الدولي الكبير وذات الأهمية العالمية بالنسبة لكافة دول العالم، ده يعتبر حدث جلل بالنسبة لمصر، لأن كون مصر تستضيف مثل هذه الأعداد من المشاركين في المؤتمر، رؤساء دول ورؤساء وزارات وحكومات، يعني يتجاوز ال 150 رئيس دولة ورئيس حكومة غير النشطاء في هذا الموضوع، يعتبر هذا الحدث حدث جلل. وطبعا لازم يكون في استعدادات قويه تبدا من اليوم وتجهيزات في مدينه شرم الشيخ والمدن المحيطه بها والطرق المؤديه الى مدينه شرم الشيخ، بالاضافه الى ثقافه الساده المواطنين المقيمين في هذه المنطقه، وطبعا على وسائل الاعلام اطلاع كل المواطنين المصريين
على هذا الحدث الجلل اللي محتاج مننا تضافر كل الأيدي بالنسبة للمواطنين بصفة عامة والأجهزة الحكومية والنشطاء أيضا في هذا الموضوع. طيب دكتور علي، كوب 26 أو كوب 26 المقامة في جلاسكو خرجت ببعض المخرجات المتعلقة بمحاولة عدم الوصول لواحد ونصف درجة مئوية فيما يتعلق بالمناخ، 100 مليار جنيه من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية. الرئيس أثناء حضوره أيضا لهذه القمة تحدث عن إفريقيا ومعاناة إفريقيا بشكل عام، وهي الأكثر تأثيراً جراء التغيرات المناخية والأقل انبعاثاً للكربونات، وأيضاً هذه يعني الأشياء المؤثرة في تغير المناخ بشكل عام. الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالمناخ وقضية تغير المناخ، كيف تابعته دكتور علي؟ قضية مثل هذه القضية الكبيرة اللي بتهم العالم كله وبزعامة مصر بالنسبة للمنطقة الأفريقية شيء مهم جدا جدا طبعا، لان الخطوات اللي اتخذتها الحكومه المصريه وعلى راسها السيد رئيس الجمهوريه والمشاريع الاقتصاديه الخضراء هي بدايه يعني ايجابيه وبدايه تتوافق مع تغير المناخ والتعامل مع التغيرات المناخيه. ولكن بالنسبه للمشاريع التي اقيمت محتاجة تمويل كبير يعني، وفي حدود طبعا الدولة بتصرفه، لكن هي هذه المشروعات الخضراء محتاجة تمويل عالي جدا، ولذلك يجب على الدول الصناعية الكبرى الالتزام بما وعدت به وأوصت به المؤتمرات الدولية، وهو الدعم والتمويل للمشروعات الخضراء لأفريقيا والدول المتضررة من التغيرات المناخية مبلغ 100 مليار دولار سنويا. يجب على هذه الدول البداية في دفع مثل هذه المبالغ لتنفيذ برامج الأمم المتحدة من أجل حماية كوكب الأرض. بالإضافة أن هذه الدول ما اتخذ عليها أنها لا حتى الآن لم تقوم بتخفيض الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، رغم أننا في أفريقيا المتأثرين بهذه الانبعاثات الكربونية، ولا ينتج من داخل أفريقيا أكثر من 5% من الانبعاثات الكربونية. فبالتالي هذا الحدث محتاج التواصل المستمر والسياسات المستمرة في جذب مثل هذه المؤتمرات، وإن شاء الله الخروج بشيء إيجابي إن شاء الله. نعم دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، كان بشكر حضرتك جزيل الشكر. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحوار سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلا عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. هذا ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال وجوده بواشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب وشيوخ، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.
يتوجه إلى الخرطوم وفد عالي المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان. من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية في ضوء الاتفاقيات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار. هذا وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي توجيهات جديدة لتأمين التظاهر قرب المنطقة الخضراء، وحث القادمي المتظاهرين على الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما دعا القوات الأمنية العراقية إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان. أطلق العراق عملية أمنية في المناطق الفاصلة مع قوات البشمركة في محافظة نينوى لتعقب بقايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. ذكر بيان لخلية الإعلام أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى وقوات المحور السادس التابعة للبشمركة شرعت بعملية أمنية وبإسناد جوي من طيران الجيش والقوات الجوية وطيران التحالف الدولي في محافظة نينوى. دعا مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وعبر المجلس في بيان له عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة وتسعي نطاقها في شمال البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات. أبلغت روسيا عن أكثر من 41,300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وهي أعلى حصيلة لحالات اليوم الواحد منذ بداية الوباء. كما أبلغت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا الحكومية عن 1188 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما يقترب إغلاق مكان العمل لمدة أسبوع في روسيا من نهايته. تخطط بعض المناطق لتمديد القيود إلى الأسبوع المقبل، لكن العديد منها اختار استئناف العمل اعتبارا من يوم الاثنين. حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستاكس على أهمية القيام بتعبئة عامة حول التطعيم ضد فيروس كورونا، داعيا إلى أخذ الجرعة الثالثة. وخلال جولته في مدينة مونبلييه، حذر رئيس الوزراء الفرنسي المواطنين في بلاده من عودة انتشار الوباء. عبرت السلطات الصحية الدنماركية عن قلقها من احتمال أن يفوق الوضع الصحي طاقة مستشفياتها في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا في المملكة. قال مدير الوكالة الوطنية للصحة في بيان إنه من المحتمل انتشار كوفيد-19 وأمراض معدية أخرى تواجه البلاد، خطر أن يفوق الوضع قدرات مستشفياتها، معلنا عن 2000 إصابة جديدة في المملكة التي لا تفرض أي قيود على المستوى الوطني. أعلنت الحكومة اليونانية عن تطبيق قرار إلزام غير المطعمين ضد فيروس كورونا بتقديم نتائج فحص سلبي لدخول الإدارة العامة والمحلات التجارية والمصارف. وأوضحت أثينا أنه سيتم العمل على مضاعفة الغرامات لتصل إلى 5000 يورو على المتاجر والمطاعم التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تفرضها الحكومة. سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 793 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 25,000 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 30 مليون إصابة.
أكد رئيس الوزراء البولندي أن الحكومة لا تنظر في فرض إغلاق وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وقال رئيس الوزراء البولندي أن الحكومة تحاول تحقيق التوازن في استجابتها لجائحة كورونا من خلال تأمين توفير المزيد من الأسرة في المستشفيات، فضلا عن ضمان الوصول غير المحدود للتطعيم المضاد للفيروس، مشيرا إلى أنه يتم الموازنة بين أنواع مختلفة من الآليات التي من المحتمل أن تقلل من انتقال الفيروس، إلى أنه لا يتم النظر في فرض الإغلاق. أعلنت أستراليا أنها وصلت إلى معدل تطعيم كامل بلغ 80% لمن هم في سن 16 لما فوق. أكد رئيس الوزراء سكوت موريسون بأن أستراليا باتت على طريق أن تصبح واحدة من أكثر دول العالم تلقيحا ضد فيروس كورونا. كانت أستراليا قد خففت من القيود على الحدود الدولية لأول مرة خلال الوباء، لكن فقط للأشخاص الذين تم تلقيحهم من الدول عالية التلقيح. قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن روما تحافظ على الإجراءات الاحترازية بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من بدء الموجة الرابعة من عدوى كورونا. وأشار الوزير إلى أنه يمكن اعتبار أرقام الإصابة بكورونا في إيطاليا من بين الأفضل في أوروبا، وشدد على أن أقنعة الوجه تظل إلزامية في الأماكن المغلقة وأيضا في الهواء الطلق في المناطق المزدحمة، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ الأسبوع المقبل في تقديم جرعات ثالثة لقطاع أوسع من السكان الإيطالي. من روما ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ مهدي النمر الكاتب الصحفي. أستاذ مهدي، من الواضح من خلال تصريحات رئيس الوزراء وفيما يتعلق تحديدا بالجرعة الثالثة المعززة أو البوستر دوز كما يقال عنها، أن الوضع إلى حد ما مطمئن بالنسبة لعملية التطعيم بين المواطنين الإيطاليين. كيف تقيمون الوضع الحالي في إيطاليا؟ يعني الوضع الحالي النهاردة في إيطاليا يعد أفضل من الأوضاع الأخرى في أوروبا بشكل عام. نعلم أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يعني تتحول أوروبا إلى بؤرة جديدة لانتشار الوباء. في إيطاليا يعني رغم أن الأرقام ما زالت يعني محدودة ومعدلات التطعيم تعدت يعني 86% من الشريحة المستهدفة، ولكن بالأمس وبعد أكثر من 3 أشهر ارتفع معدل يعني انتقال العدوى وهو يعني تعدل واحد يعني نسبة واحد لكل مصاب، بمعنى أن كل مريض يمكن أن يعدي أكثر من مريض، وهو يعني تمدد إيجابي يعني يؤشر بأن العدوى ممكن أن تنتشر بشكل أكبر. بالضبط. وبالتالي يعني الاتجاه تم الاعلان بالامس اشرتم الى يعني تعميم الجرعه الثالثه على قطاعات يعني معظم يعني كانت حتى الان لمن هم فوق 60 من العمر، ولكن الان يعني الاتجاه الى تعميمها الى الشرائح الاخرى والاتجاه الى تطعيم الاطفال بعد يعني في سن 5 سنين فما اكثر. ده يعني الإجراءات الرئيسية، ومع الاحتفاظ بال يعني الإجراءات المشددة التي يعني تميزت بها إيطاليا في الفترة الأخيرة رغم انخفاض معدلات العدوى والوباء، لكن في إيطاليا ما زال يعني استخدام الجرين باس اللي هو الجواز الصحي والأقنعة والتباعد ما زالت سريعة. مع دخول الموجة الرابعة ومخاوف في أوروبا كلها والعالم يعني مع ازدياد الأعداد،
الإصابات، وتيرا طبعا أسرع بالنسبة لعملية التطعيمات والتلقيح للمواطنين بشكل أشمل إذا كانت من خلال الجرعة الثالثة أو حتى تطعيم الأطفال أو الفئة العمرية الأصغر. هل تتوقعون أو ترون في الأفق أستاذ مهدي سيناريو متعلق بإغلاق مرة أخرى أم تشديد في 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 ضوء أو في فيما يتعلق بالمنشآت السياحية والمتاجر والمحلات والمولز وما شابه ذلك؟ في الحقيقة يعني هي الاتجاه يعني لاعتماد الجرعة الثالثة هو الهدف منه عدم العودة إطلاقا للإغلاق. إيطاليا الوقت بدأت تحقق معدلات نمو ممتازة فوق 6%، وأي إغلاق ممكن أن يسبب يعني صدمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. حتى الآن يعني يبدو أن الأمور تحت السيطرة، ويمكن مع توسيع يعني إجراءات التطعيم أن يعني تحكم هذه السيطرة. ولكن المشكلة هي إذا كان يعني الفيروس يعني انتشر بشكل تحورات جديدة غير يعني لا تجدي معها اللقاحات، هنا ستكون مشكلة كبيرة ليس لإيطاليا فقط ولكن بالنسبة للعالم. نعم. على صعيد آخر هناك طبعا الأخبار الجديدة إن يعني اعتماد عقارات يعني العلاج لأول مرة. نعم. الأمس كما تعلمون فايزر أعلنت عن يعني اعتماد عقار مجدي، وبالتالي أعتقد أن يعني سنستطيع أن نتعامل مع الجائحة طالما يعني بتقابل بالجدية المطلوبة والوعي. نأمل أن يكون مؤثر أستاذ مهدي في هذا الإطار بشكل أو بآخر، يعني علينا تجربة. بشكرك شكرا جزيلا من روما السيد مهدي النمر الكاتب الصحفي. تجاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في نيوزيلندا 200 حالة لأول مرة منذ الوباء. تعيش مدينة أوكلاند تحت قيود فيروس كورونا منذ نحو 3 أشهر مع تفشي متغير دلتا بالمدينة، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع تخفيف القيود يوم الاثنين. أعلنت السلطات في سيارة ليون مصرع 99 شخص إثر انفجار ناقلة وقود بعد تصادمها بشاحنة في العاصمة، كما أدى الحادث إلى اشتعال نيران في عدد من المتاجر والمنازل القريبة. ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد لسبب غير معلوم، مضيفة أنها تعكف على حل المشكلة. رجح مسؤول بالشركة عودة التيار الكهربائي في غضون ساعات، وسبق أن شهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء الشهر الماضي أثر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهربائية. أصيب 3 أشخاص في هجوم بالسكين على متن أحد القطارات بمدينة رينسبرغ الألمانية، ونقلت صحيفة بيلد الألمانية أن قوات الشرطة ألقت القبض على المهاجم، ولم يتضح حتى الآن الأهداف وراء هذا الاعتداء. تتواصل فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في مدينة غلاسغو البريطانية. كانت نحو 100 دولة قد تعهدت بوضع حد لإزالة الغابات بحلول عام 2030. كذلك تعهد قادة العالم على وضع خطة لخفض انبعاثات غاز الميثان بشكل كبير، وهو الأمر الذي قد يساعد على تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض بنصف درجة تقريبا بحلول عام 2040. هذا وتجمع مئات المتظاهرين في مدينة سيدني الأسترالية مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بشأن تغير المناخ. وحث المتظاهرون رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على بذل مزيد من الجهد لخفض انبعاثات غاز الميثان وإنهاء استخدام الفحم. كما طالب المتظاهرون بالمزيد من الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع العام، وتعيين مجتمعات السكان الأصليين لإدارة الأرض، والمزيد من الوظائف التي تركز على العمل المناخي.
أغلقت السلطات في الصين الطرق السريعة والملاعب المدرسية في العاصمة الصينية بكين بسبب الضباب الكثيف الناتج عن التلوث. ووضعت السلطات تحذيرات برتقالية بشأن الطقس في أجزاء من شمال الصين، حيث أدى الضباب الكثيف إلى خفض الرؤية إلى أقل من 200 متر، مما أدى إلى أغلاق الطرق السريعة وتأجيل الرحلات الجوية. لاقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما فقد 3 آخرون جراء السيول الغزيرة على جزيرة جاوة الإندونيسية. وذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية أن مياه الأنهار فاضت وغمرت 5 قرى بإحدى المدن بمقاطعة جاوة الشرقية، هذا وتعرقلت جهود الإغاثة بسبب الطرق المغطاة بالطين الكثيف والحطام. يواصل بركان جزيرة لابالما الإسبانية إلقاء الحمم. كان البركان قد ثار في 19 من سبتمبر الماضي، ولا يزال يطلق حمما ورمادا بشكل متقطع منذ ذلك الحين. محليا، تعقد النيابة العامة برئاسة المستشار حمد الصاوي النائب العام غدا مؤتمرا دوليا بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت النيابة العامة في بيان أن المستشار النائب العام سوف يترأس الاجتماع السنوي 15 لجمعية نواب العموم الأفارقة والمؤتمر، والاجتماع السنوي الأول لجمعية نواب العموم العرب، والذين تستمر فعاليتهما على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 وحتى 9 من نوفمبر الجاري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة حول إصدار قرار بتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI لمدة 3 أشهر إضافية بعد بدء تطبيقها الإلزامي في أكتوبر 2021. أكد المركز نقلا عن وزارة المالية أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة ACI، مشيرة إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم كافة الموانئ البحرية المصرية، وذلك من دون أي عوائق، وقد شهدت إقبالا متزايدا من قبل المستوردين. انطلقت فعاليات معرض أسوان الثاني للكتاب في إطار مبادرة ثقافتك كتابك، والتي تستمر حتى 12 من نوفمبر. يضم المعرض 11,000 كتاب من التراث، يتم طرحها بأسعار رمزية تبدأ من جنيه وحتى 20 جنيها، ويقام على هامش معرض الكتاب بأسوان خلال الأيام القادمة عددا من الفعاليات الثقافية. أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن تنفيذ 24 نشاطا توعويا في الفيوم ودعم المحافظة ب 5250 شجرة مثمرة. وخلال استعراضها مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بالفيوم، نوهت وزيرة البيئة بتوفير فرص عمل للمواطنين في إدارة المخلفات والتوسع في إنشاء وحدات البيوغاز. تواصل مبادرة حياة كريمة أعمالها بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المجاورة، حيث وصلت القوافل الطبية إلى مدينة سانت كاترين لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المجانية لأبناء المحافظة. وتضم القوافل عيادات متنقلة في عدة تخصصات طبية مختلفة لتوقيع الكشوف وصرف العلاجات لأبناء جنوب سيناء بالمجان.
شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي نموا كبيرا خلال 8 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت نحو 4 مليارات و100 مليون يورو بنسبة زيادة قدرها 38%. أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وهولندا. أضافت أن البلاستيك والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والكيماويات العضوية أبرز المنتجات المصدرة. أثنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على أسلوب العرض في جناح مصر بمعرض أكسبو دبي. وخلال زيارتها للمعرض قالت عبد الدايم إن محتويات الجناح المصري تنقل صورة مشرقة عن الحضارة المصرية وإنجازات التنمية والتطوير الحديثة في مختلف المسارات. بلغ عدد شركات الائتمان الصغير في الصين أكثر من 6500 شركة بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض قدره 120 شركة مسجلة في نهاية يونيو. وبلغ حجم القروض غير المسددة لتلك الشركات أكثر من 935 مليار يوان. تستهدف شركات الائتمان الصغير في الصين الشركات الصغيرة والمجموعات محدودة الدخل. وخلال الأعوام الأخيرة شددت الصين اللوائح الخاصة بهذا القطاع للحد من المخاطر المالية. انطلقت فعاليات معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد بمدينة شنغهاي بمشاركة أكثر من 3000 شركة من 127 دولة. وقال الرئيس الصيني في كلمته إن المعرض يعتبر منصة للنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي وتطوير التجارة الإلكترونية. على مساحة تتجاوز 366 ألف متر مربع انطلقت فعاليات معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد في شنغهاي بشرقي البلاد. مشاركة دولية واسعة من 127 دولة في فعاليات المعرض الذي جذب هذا العام نحو 3000 شركة وعارضين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وستنضم إلى المعارض المخصصة للدول عبر الإنترنت كل من الكونغو وموريشيوس وجزر سليمان وفلسطين. وتشارك هذه الدول لأول مرة في المعرض بسبب تأثير كورونا. يشهد معرض الصين الدولي الرابع للاستيراد في شنغهاي إطلاق منتجات جديدة، حيث تظهر 9 منتجات جديدة لأول مرة على مستوى العالم في قطاع الصناعات الذكية وتكنولوجيا المعلومات. كما سيتم تسليط الضوء على التقنيات والحلول الخضراء والمنخفضة الكربون مثل سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية. معرض شنغهاي يتم تنظيمه وسط إجراءات صارمة للوقاية من كورونا والسيطرة عليه، حيث تم تخصيص عدد من المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية على أن تعمل على مدار 24 ساعة. وأكد الرئيس الصيني أن المعرض يعتبر منصة للنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي وتطوير التجارة الإلكترونية في إطار مبادرة الحزام والطريق وتحسين قدرة الخدمات اللوجستية عبر الحدود. أعلنت الحكومة اليابانية أنها تسعى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة ووضع الاقتصاد على مسار النمو بقوته الذاتية، مشيرة إلى أن هناك خطوطا عريضة مع 4 داعمات للإنعاش الاقتصادي تتألف من منع انتشار فيروس كورونا واستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالتعايش مع الفيروس، مع ضمان قدرات إدارة الأزمات وإطلاق شكل جديد من الرأسمالية من أجل مجتمع المستقبل وضمان سلامة الناس وأمانهم. جمعت البرازيل 8 مليارات و400 مليون دولار خلال مزايدة دولية لبناء وتشغيل واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في العالم. وقال وزير الاتصالات البرازيلي إن العروض الفائزة قدمتها شركات لم يسبق لها أن عملت في البلاد وأخرى مزودة لخدمات الهاتف النقال في البلاد، وتشمل فروعا برازيلية لشركات اتصالات إيطالية وإسبانية ومكسيكية.
بحث الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع الرئيس البرازيلي ونائبه وعدد من كبار المسؤولين البارزين في البلاد سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. جدد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول بأمريكا الجنوبية، مؤكدا القدرة على تعزيز العلاقة بين المنطقتين بطريقة شاملة. يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة الفراعنة لمباراتي أنغولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة في تصفية كأس العالم 2022. وكان قد رفض كيروش إعلان قائمة المحترفين في وقت سابق كما كان معتادا، وفضل إعلان القائمة كاملة عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. ويواجه منتخب مصر نظيره الأنغولي يوم 12 من نوفمبر في الجولة الخامسة لتصفية الإفريقية المؤهلة للمونديال، ثم الجابون في الجولة السادسة يوم 16 من نوفمبر. تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 5 أهداف مقابل 3 في مباراة القمة للجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم. القمة 123 بين الأهلي والزمالك شهدت أحداثاً مثيرة ورقماً قياسياً غير مسبوق، وهو تسجيل 8 أهداف للمرة الأولى عبر تاريخ مواجهات القطبين. المارد الأحمر اقتنص فوزا عريضا على حساب غريمه التقليدي ب5 أهداف مقابل 3 على استاد القاهرة الدولي بحضور 2000 مشجع في ختام الجولة الثالثة للدور الممتاز. الأهلي تقدم بهدف في الدقيقة 16 عن طريق المالي أليو ديانج، ثم أحرز التونسي علي معلول ضربة جزاء في الدقيقة 20 قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 25. الزمالك حاول العودة للمباراة بهدف لمصطفى فتحي في الدقيقة 51، لكن الأهلي سجل الهدف الرابع بتسديدة ديانج في الدقيقة 53، وأحرز معلول الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 65. الزمالك انتفض وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 80 عبر أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء قبل أن يحرز المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 90. الأهلي رفع رصيده إلى 9 نقاط متصدرا ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما تلقى الزمالك أول خسارة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الخامس. هذا وحقق فريق سموحة فوزا كبيرا على ضيفه إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية في إطار الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. ويعد هذا هو الفوز الأول لسموحة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما تكبد فريق إيسترن كومباني الهزيمة الثالثة على التوالي يصبح بدون رصيد من النقاط. حقق فريق غزل المحلة فوزا كبيرا على ضيفه فريق إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة رفع المحلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إنبي عند 3 نقاط في المركز 14.
تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فيوتشر بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. بتلك النتيجة رفع المصري رصيده إلى 30 نقاط في المركز 13 بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 40 نقاط في المركز 9. يواجه في 6 مساء اليوم منتخب كرة اليد للرجال مع نظيره المقدوني في اللقاء الودي الثاني على التوالي بالمركز الأولمبي بالمعازي استعدادا للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 وحتى 24 من يناير المقبل. فاز منتخب مصر في الودية الأولى بنتيجة 32-25 على نفس الصالة. تعد بطولة الدوري الذهبي والتي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس في 7 و9 من يناير المقبل هي المحطة الأخيرة من برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. تأهلت اللاعبة المصرية ميارة شريف إلى نصف نهائي البطولة الدولية للسيدات للتنس والمقام حاليا في بوينوس آيرس بالأرجنتين. جاء ذلك عقب تغلبها على اللاعبة الجورجية إكاترين جورجيدس بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4 بالدور النهائي أو ربع النهائي للبطولة. تتواصل منافسات بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف والتي تقام فعاليتها بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 28 ناديا من 18 دولة. شهدت نتائج منافسات اليوم الأول نتائج مميزة للأندية المصرية ببطولة كأس العالم للغوص بتحقيق العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف المسابقات. تلاقي رياضة رفع الأثقال رواجا واسعا بين الشباب في مصر لتصبح بذلك أحد التدريبات المفضلة للإناث والذكور على حد سواء. رياضة تعتمد على قوة العضلات وسلامة التكوين البدني وكثافة التدريب، هي رياضة رفع الأثقال متعددة الحركات، وفيها يرفع اللاعب 6 أوزان مختلفة تبدأ من 100 إلى ما يزيد عن 300 كيلوغرام. باور ليفتنج عبارة عن سكواتس وبنش وديد ليفت. الفكرة كلها بتبقى متقسمة موازين، 6 موازين، وأعلى مجموعة في كل ميزان هو اللي بيكسب. دي تعتبر ممكن أعلى لعبة في العالم بيتشال فيها أوزان، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم ممكن نوصل ل 340-350 كيلو يتشالوا، فدي أرقام كويسة. عملية رفع الوزن يجب أن تتم وفق معايير تشمل التزام اللاعب بالنزول بالوزن بزاوية تقل عن 90 درجة، وأن يقف حاملاً الوزن مستقيماً بشكل كامل حتى يأذن له الحكم بصحة الحركة كاملة واحتساب المحاولة لصالحه. طبعا هي بتكون تمرينات قوه غير التمرينات بتاعه الجيم. التمرينات بتاعه الجيم بيكون في ناس بتعد نفسها ان هم بيلعبوا على اساس البادي بيلدينج والفيزيك، فبيلعبوا طبعا جميع معينه او ريبيتيشن معينه، ولكن في القوه البدنيه بيكون ليك عدات معينه، راحات معينه، اثقال معينه. ورغم صعوبه اللعبه فان قائمه ممارسيها تضم عديدا من اللاعبات، لكنهن يحملن اوزانا اقل مما يحمله اللاعبون، وتعطى لكل لاعبة 3 فرص في كل حركة لاحتساب النقاط لصالحها. اللعبة مش ولد ولا بنت، هو في الآخر البنت بتتمرن عندها عضلات أكيد مش بتشيل زي الولد، بس في الآخر البنت بتتمرن 4 مرات في الجيم، بتشيل أوزان على حسب وزنها، هي وزنها كام بتقدر تشيل وزن كام. ميزان ليه وزن معين بنلعب فيه، طبعا احنا بنحافظ دايما على الاكل والنظام ده عشان احنا بنشيل حديد، فالحديد ما فيهوش هزار، الفوره منه بتقع، فاحنا بنلعب اوزان بنخش ورا بعض، كل واحد ليه وزن بتاعه، وفي الاخر بيتجمع الثلاث ارقام ونشوف الرقم الكبير ونكسب منه. لكن تكرار المحاوله وتعدد اوضاع رفع هذه الاثقال قد تتسبب في اصابات خطره للاعبين، وهو ما يعيه اللاعبون جيدا،
فتراهم يمارسونها في مجموعات وتحت إشراف لاعبين مخضرمين. يستضيف الوداد غريمه التقليدي الرجاء في السادسة مساء اليوم في لقاء ديربي رقم 131 على ملعب محمد الخامس، وذلك في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المغربي للموسم الحالي. يدخل الوداد مباراة اليوم في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه الرجاء صاحب المركز الثاني. أعلن برشلونة توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي هرنانديز لتولي تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإسباني حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان. ويعود تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة. وأوضح برشلونة أن تشافي سيكمل الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين، ومن المقرر تقديمه أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين في استاد كامب نو. قال برشلونة الإسباني إن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي استبعد من التشكيلة بعد تعرضه للإصابة بعد يومين فقط من ظهوره الأول خلال الموسم الحالي. شارك ديمبلي والذي خضع لجراحة في الركبة في يونيو الماضي بديلا في فوز فريقه بهدف إلى لا شيء على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. يلتقي فريق ريال مدريد ضيفه رايو فايكانو اليوم في الجولة 13 من الدوري الإسباني، ويسعى ريال مدريد لحصد نقاط المباراة 3 لمواصلة المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة عن ريال سوسيداد وهو المتصدر، بينما يمتلك رايو فايكانو 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم. يواجه تشيلسي ضيفه بيرنلي اليوم في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي. يخوض فريق تشيلسي مباراته عازما على الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، وهو لديه 25 نقطة جمعها الفريق من خلال 10 مباريات. أما بيرنلي فيأمل في تعويض الأداء السيء الذي يظهر به منذ بداية البطولة، وجعله يحتل المركز 18 في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط. يستقبل يوفنتوس ضيفه فيورنتينا اليوم في الجولة 12 من الدوري الإيطالية، وكان يوفنتوس خسر في الجولة الماضية أمام فيرونا بهدفين مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 15 نقطة، بينما فاز فيورنتينا على سبيتسيا كالتشو بثلاثية دون رد ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة. يواجه بايرن ميونخ ضيفه فرايبورغ اليوم في الجولة 11 من الدوري الألماني. يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد فرايبورغ في المركز الثالث برصيد 22 نقطة. قال مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ماريسيو بوكاتينو إن ميسي سيتغيب عن مباراة الفريق أمام بوردو في الدوري اليوم بسبب الإصابة. من جانبه أوضح بيان للنادي أن ميسي لا يزال يتعافى من ألم في ركبته وعضلات الفخذ الخلفية. ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني.
سجل جوردن بول 26 نقطة في فوز جولدن ستيت ووريرز على نيو أورليانز بليكنز 126-85 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ساهم ستيفان كراي بست تمريرات حاسمة و19 نقطة خلال الفوز الثالث على التوالي لجولدن ستيت والسابع في ثماني مباريات بالموسم، بينما تعرض بليكنز للهزيمة السادسة على التوالي. قال موقع جيمز الرياضي إن أكثر من 650 رياضيا طالبوا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسية الحديث بالاستقالة بعد قرار الاتحاد باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي. وقرر الاتحاد الدولي للخماسية الحديث الخميس الماضي استبعاد منافسة ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028. وجاء قرار الاستبعاد بعد واقعة استبعاد مدربة من أولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن ضربت حصانا بقبضة يدها بسبب رفضه قفز أحد السدود، وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة النطاق. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مدبولي يؤكد وجود لجان للتفتيش والمراقبة على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالقواعد. وفد رفيع من الجامعة العربية يتوجه للخرطوم للمساهمة في معالجة الأزمة في السودان. رئيس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل قوة مشتركة لإدارة منطقة الاعتصام في بغداد. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة ندى رضا وأنا لما جديد. إلى اللقاء.